طيب خلينا هيك نحكي موضوع في البداية، موضوع الاكسبشن هاندلينج في لارافيل. احنا لاحظنا انه لارافيل بتعمل هاندلينج لبعض الاكسبشنز الخاصة، زي مثلا موضوع الفاليديشن اكسبشن والنوت فاوند اكسبشن والامور هاي، بس مجرد ما يصير اكسبشن في لارافيل بتعمل لها هاندلينج بطريقة معينة وبترجع لي ريسبونس في النهاية حسب الاكسبشن اللي بيصير. هل انا ممكن اتدخل على هذه الاكسبشنز واغير الديفولت بيهيفير تبعها؟ يعني على سبيل المثال، هل انا ممكن اغير على الديفولت بيهيفير تبع الفاليديشن اكسبشن بحيث انه انا ممكن بدي اعمل شيء اضافي غير اللي بنعمل، او بدي اراجعه على صفحه ثانيه غير صفحه الفورم، مع انه المفترض احنا ما نعدلش على مثلا الفاليديشن اكسبشن؟ او هل انا ممكن اضيف الاكسبشنز الخاصه فيا واطلب من لارافيل تعمل لها هاندلنج كمان بدون ما انا اعمل التراي اند كاتش؟ لانه احنا عاده لما نعمل ثرو اكسبشن احنا ممكن نعمل بلوك تراي اند كاش لهذا الاكسبشن. بشكل عام في موضوع الهاندلنج للاكسبشنز، احنا في عندنا في الابلكيشن تبعنا، تمام، في عندنا هنا فولدر اسمه اكسبشنز وفي بداخله ملف اسمه هاندلر. هذا الملف فعليا بيعمل هاندلنج للاكسبشنز. الان هو معطيني في هذا الملف او في هذا الكلاس طرق انه انا ممكن اعمل مثلا كاستمايزيشن كيف لارافيل تعمل هاندلنج لهذا الاكسبشنز. يعني خلينا نحكي مثلا هنا في الليفلز، انا ممكن احط هنا بعض الاكسبشنز والليفل تبعها، هل تعتبر مثلا ديباج؟ يعني هذا الاكسبشن لما انا اعمل له ثرو، هل انا بدي اتعامل معه كديباج ولا بدي اتعامل معه كانفو ولا بدي اتعامل معه كايرور؟ تمام، فاحنا هنا مثلا بنحدد، وطبعا بيتم تحديد الليفل بناء على في ان حاجه اسمها لوج ليفل تابع لهذا الكلاس اللي هو البي اس ار لوج لوج ليفل، ففي عندنا مجموعه من الكونستانتس اللي بتحدد الليفل تبع الكلاس. طبعا هذه بتكون على نظام عاده نظام كي اند فاليو، الكي هو اسم الاكسبشن، الكلاس تبع الاكسبشن، والفاليو هو الليفل تبعها. مش كتير ممكن نحتاجها كتير. في موضوع الدونت ريبورت، لان عاده اي اكسبشن بصير لارافيل بتخزنه في لوج فايل. فإذا أنت مثلا هذا الإكسبشن لو صار بدك تعمل له إجنور، ما بدك إياه يتخزن في اللوج فايل، فأنت ممكن تحط هنا اسم الكلاس تبع الإكسبشن اللي بدك تعمل له إجنور. يعني أي إكسبشن بصير عارف اللي هو سوى الأبلكيشن تبعي من نوع محدد، أنا بحكي للارافيل دونت ريبورت، ما تعملوش أي هاندلينج، وبالتالي حتى صفحة الأول كانت تظهر عندي في الشاشة مش هتظهر. يعني زي كأنه عملت أنا تراي أند كاتش بدون ما أكتب تراي أند كاتش. نعمل زي نظام إجنورينج للإكسبشنز هذول. بعض الاكسبشنز مثلا خاصه لما نكون احنا مفعلين الديباج، بنلاقي في صفحه الاكسبشن بيعرض لي تفاصيل الريكوست اللي تم، مثلا لما انا نفذت هذا الريكوست بيعرض تفاصيل الريكوست، ممكن يرجع لي على صفحه مثلا زي صفحه مثلا زي موضوع الفاليديشن اكسبشن، مش هو بيرجعني على الفورم مره ثانيه؟ تمام، لما انا يصير عندي فاليديشن اكسبشن بيرجعني على صفحه الفورم، وكنا نستخدم فاريبل اللي اسمه ايرورز عشان نعرض الاخطاء، وكنا نستخدم فانكشن اسمها اولد عشان اجيب ايش البيانات اللي عباها المستخدم. لان لو انت حاولت مثلا، لو انت فرضا عندك حقل كان اسمه باسورد، او حقل كان اسمه كرنت باسورد، او حقل اسمه باسورد كونفيرميشن، الثلاث حقول هذه لو حاولت تقراهم من الاولد ما حتلاقيهم حتى لو كانوا موجودين فعلا في الريكوست السابق. لانه هنا احنا حددنا انه انا ما بدي اعمل فلاش لهدول الفيلدز، مثلا هذه بيانات حساسه، فما بدي لما انا الريكوست القديم اكون قادر انه اعرض البيانات هذه منه او اقرا البيانات هذه منه. فلو انت مثلا عندك حقل حاب بدك تعمل له نفس الفكره دون فلاش، يعني ما تحاول تقراه من الاولد ما تلاقي له قيمه، يعني ما صار له فلاش. الفلاش فعليا هو ايش لارافيل اللي بتعمل في موضوع الفاليديشن، لما انا احاول واستخدم الاولد هي بتخزن الريكوست في السيشن، الريكوست السابق بتخزنه في السيشن، والاولد لما اطلب فانكشن الاولد عشان اقرا قيمه الانبوت هي حتقرا القيمه هذه من السيشن. فدولات فلاش لارافيل احنا هنا بنحدد اسماء الحقول اللي انا ما بدي اياها تنضاف داخل السيشن في الاولد ريكوست. طبعا في هاي الحاله انت ممكن هنا تضيف الحقول الاضافيه اذا عندك حقول ثانيه، مثلا انت عندك مثلا حقل زي الكريدت كارد، مثلا انت عامل حقل في فورم من الفورمز، طبعا انت بشكل عام هنا بتحط اسماء الحقول اللي انت ممكن تكون مستخدمها. فانت مثلا ممكن تحكي انا بديش اعمل فلاش للكريدت كارد نمبر مثلا على سبيل المثال، وهكذا اي حق ممكن خلينا نحكي خاصه الحقول اللي ممكن يكون فيها بيانات حساسه، هذه ممكن نضيفها على الدونت فلاش بروبريتي اللي هنا. طيب
في عندي هنا في الريجستر ميثود ممكن استخدم ميثود اسمها this reportable، وهنا احدد الاكسبشن اللي انا بدي اعمل له ريبورت. انا مثلا ممكن اكون ضايف اكسبشن خاص فيا، او بدي اعمل هاندلنج لاكسبشن معين بطريقه خاصه، بطريقه انا بدي اياها مش بالطريقه الديفولت تبعت الاوراكل. طبعا في احنا عندنا شغلتين في موضوع الهاندلنج للاكسبشن، اما انه بعمل له ريبورتنج انه يظهر لي رساله الخطا على الشاشه بطريقه معينه مع اللي هي موضوع مثلا اني اخزنها في لوج فايل، او في عند الريندرنج كيف اعرض الاكسبشن هذا. تمام، عشان نوضح الفكرة أكثر خاصة موضوع الريجستر وكيف أنا ممكن أتدخل في موضوع زي هيك. إحنا مثلا عندنا في الداتابيز في ربط ما بين بيانات الكاتيجوريز والبرودكتس والأوردرز. لو أنا مثلا حاولت، لو أنا مثلا كنت عامل نظام ريستريكت إنه لو أنا حاولت أحذف مثلا ريكورد معين وهذا الريكورد إله أبناء وأنا كنت مفعل في نظام الفورين كيز الريستريكت، يبقى هنا الداتابيس هتعطيني فاليديشن او هتعطيني ايرور انت بتحاول تحذف ريكورد له ابناء. تمام، خلينا نحاول نعمل هذا المثال واشوف كيف انا ممكن استخدم الاكسبشن عشان اعمل هاندلنج لهذا الاكسبشن بطريقه خاصه، بدل ما انا اقعد اعمل كل مره فحص لهذا النوع من الاكسبشن. فانا محتاج افوت على الداتابيس بالاول، يعني خلينا نشوف العلاقه ما بين الكاتيجوريز والبروجكت احنا كيف بنيناها. داتابيس Migrations، حتى لو طلعنا على تيبل products كيف علاقته مع الكاتيجوري. انا عملت هنا null on delete، طبعا null on delete معناته مش حيظهر عندي هذا exception، انا بدي احول يدويا هذا الحقل من null on delete تمام ل restrict on delete. يعني بس لو انا حاولت احذف كاتيجوري تحتيه products بدي يطلع لي error. تمام، بس هعدل هذا الاشي يدويا على الداتابيز بس عشان اوضح فكرة الاكسبشن هذا. أنا أروح على التابل تبع البرودكتس أعمل له ألتر. في الفورين كيز عندي هنا مثلا هذا الفورين كي تبعت الكاتيجوري، فأنا كنت أعملها on update on delete set null، بدي أحولها on delete restrict. لو شفنا البرودكتس الموجودين عندنا من هنا ببينه، مثلا عندي مثلا الكاتيجوري رقم واحد في بعض البرودكتس بداخله، بدي احاول الان اروح على الداتابيز واحذف الكاتيجوري رقم واحد، او بدي اروح من الداشبورد اللي عندنا واحذف الكاتيجوري رقم واحد. بس خليني برضو اعمل لوجن بحساب ادمن من اللي عندي، انا مش حافظ اليوزر نيم فبدي اخذ مثلا هذا اليوزر نيم. نروح على الكاتيجوريز، مش ظاهرة نتيجة، خليني افعل موضوع السوبر ادمن انه يكون ماخذ صلاحيات. انا اللقاء الماضي لما تكلمنا عن الصلاحيات في شغلات الان بدأت تختفي عشان ما وزعناش الصلاحيات بشكل صحيح، فخليني هيك في افعل على مستوى الجيت اللي حطيتها في الاوث سيرفيس بروفايدر، افعل موضوع انه البفور اذا كان سوبر ادمن فهو معاه صلاحيات دائما ترو. نعمل ريفرش. تمام، هاي كاتيجوريز. الكاتيجوري رقم واحد اللي هو هذا انا احاول اعمل له ديليت ونشوف ايش حيصير. deleted، انا كني ما عملتش apply. عملنا apply، ليش انحذف؟ احنا مفعلين soft delete، نوقف soft delete. طبعا soft delete لانه ما بيحذف الريكورد فعليا من الداتابيز فما ظهرت عندي هذه المشكله. هو بس بحط انه اخفاء. خلينا نعمله restore، بدي اوقف مؤقتا soft delete. طبعا عشان اوقف soft delete بدي اروح على
الموديل تبع الكاتيجوري ونشيل التريد تبعت السوفت ليدز. هذه التريد نحذفها. افترض عشان لا مشكلة. تمام. طيب مرة ثانية كاتيجوري رقم 1 ديليت. هذا الاكسبشن مثلا اللي ظهر. ما هذا اكسبشن رجالي من الداتابيز. طبعا الاكسبشن مثلا من نوع كويري اكسبشن. طبعا لارافيل مثلا مش عامله هاندلنج خاص على الاكسبشن. فالجنرال اكسبشنز اللي بتصير بتنعرض مثلا على برساله الخطا اللي احنا بنشوفها. لان مثلا هذا النوع الخطا انا ممكن استغله بحيث انه انا دائما لما اليوزر يحاول يحذف شغله مرتبطه بريكورد ثاني بدل ما يطلع للمستخدم اكسبشن زي هيك، لانه ما بقدر. يا بدي اكون انا عامل تراي وكاتش في كل الاماكن انا بعمل فيها ديليت عشان اضمن انه انا اعمل كاتش لهذا النوع الاكسبشن، او الجا انه انا اعمل هاندلنج لهذا الاكسبشن من خلال الاكسبشن هاندلر اللي وفرت لي لارافيل. كيف نعمل الشغله هذه؟ لقيت الهدف انه انا بدي اغير طريقه عرض الاكسبشن. هذه بسميها الريندر للاكسبشن، كيف تم عرض الاكسبشن هذا. بتستخدم هنا this في داخل الريجستر رندرابل. هستخدم ميثود اسمه رندرابل وبمر لها كلوجر فانكشن، وهنا بحدد نوع الاكسبشن اللي انا بدي اعمل له هاندلنج بنفسي. الاكسبشن اللي انا اعمل له هاندلنج اللي هو كويري اكسبشن، فبنضيفه هنا. طبعا هو موجود في عندي تو كويري اكسبشن، احنا بدنا اللي تابع للليمينيت داتابيز. طيب لارافيل حتمرر لي كمان في نفس الوقت في السكند ارجيومنت الريكوست، لانه موضوع الرندر بيعتمد انه في ريكوست صار. فلو انا ممكن محتاج بيانات من هذا الريكوست فلارافيل حتمرر لي الريكوست اوبجكت اذا انا مثلا محتاجه او بدي اتعامل معه. لان في الرندرابل الفكره انه دائما بدنا نرجع ريسبونس، هنا بدنا نرجع اي نوع من انواع الريسبونس، اما عمليه ريدايركت، ملف فيو. انا بدي احدد شو لازم ارجع هنا ريسبونس معين. انا مثلا ايش ممكن افكر اني اعمل هذا النوع من الاكسبشنز؟ ممكن اعمل ريدايركت لصفحه الصفحه اللي هو كان فيها، اعمل له ريدايركت باك واعرض له اليرت انه بالرساله هذه. بعد ما يظهر هيك الشكل يطلع الرساله على شكل اليرت والتيبل ما زال موجود. إذا حعمل هنا return مثلا redirect back تمام with input، إذا أنا حابب لما أرجع إذا كان مثلا user كان باعت مثلا data فأنا ممكن أرجع ال input اللي هو باعته كمان، يعني من عشان هيك مثلا هذه with input اللي بتفعل الموضوع ال old function. with input هي فعليا هذه الطريقة أنا بستخدمها عشان أعمل flash لل old request أحطه في السيشن عشان لما استخدم الفانكشن تبعت الاولد اقرا القيمه منها. فانت ممكن تبعت. طبعا with errors انت ممكن هنا تبعت مثلا طبعا with errors هذه حتفعل لي فاريبل الايرورز اللي في الفيو، وهذا حيكون مثلا اسم الكي اللي انا حاستخدمه عشان اقرا الايرور. ممكن اعمل شغله زي هيك، وممكن اعمل لو انا عامل نظام الكومبوننتس اللي احنا كنا عاملينه. لو احنا بس رجعنا على صفحه الكاتيجوريز كنترولر، كاتيجوريز كنترولر في الداشبورد، احنا عاملين كومبوننت للالرت. ممكن مثلا عندي حالتين، يعني ممكن احكي له اقرا لي يا بدارت الرت مثلا زي انفو او الرت دينجر. التايب هذا احنا ايش عملنا فيها؟ انها تقرا لو رجعنا كومبوننت وبيحاول يقرا التايب اعتبرناه هو الاسم اللي في السيشن. تمام. يعني انا هنا مش هستخدم with errors، هعمل redirect with عادية مش with errors. ممكن استخدم with errors احط فيها واستخدم with كمان. يعني هنعمل زي هيك with back with input تمام، وكمان with flash message بدي احطها في الايرور والقيمة تبعتها هتكون مثلا ممكن اخذ الرسالة اللي ظهرت في الاكسبشن نفسه مثلا اي get message exception get message بترجع لي الرسالة الاكسبشن نفسها. طيب احنا حطيناها في variable اسمه error، فانا بدي احاول هنا في الالرت احكي له اذا في error يعرض لي اياه. فبقول له هنا التايب انا نسميه هنحطها في الانفو مبدئيا عشان ما نغيرش في الكود اللي ها. اذا انت حط الرسالة في الانفو
لو حاولنا مثلا نعمل نفس المشكلة، نفس الخطأ اللي صار، مثلا نحذف الكاتيجوري رقم 1 بدل ما يظهر لي الاكسبشن، رجعني انا قلت له ارجع باك، وهي مثلا الاليرت اللي انا مثلا بدي اعرضها. اذا انت ما بدك، بدك تحط انت الكاستم مسج، انت بدك تحاول تقرا مثلا هذا الاكسبشن تبع الكويري بيحتوي دائما على كود الايرور تبع الماي اس كيو ال. ماي اس كيو لما ترجع لي اي اكسبشن من خلالها، هي لها كود للاكسبشن. هذا الكود انا ممكن من خلاله اعرف انه مثلا الكود تبع 23000 او مش عارف هذا ولا هذا الكود، مش متذكر. بعرف انه مثلا هذه عمليه انه حاول شخص يحذف شغله اثرت على موضوع الفورين كي كونسترينت، فانا ممكن افحص، يعني ممكن مثلا اعمل هنا فحص، يعني مثلا هذه المسج اخليها دايناميك، اعمل فاريبل اسميه مثلا مسج يساوي، نعمل اوف ستيتمنت اف مثلا الاكسبشن جيت كود، هات لي الكود تبع هذا الاكسبشن مثلا اذا كان يساوي اللي هو 23000، بلاش يساوي بلاش يطلع string وانا بفحص integer، تمام. بدخل لي المسج مثلا مش duplicate entry، مثلا foreign key constraint failed، يعني صار عندنا مشكلة على مستوى ال foreign key constraint. هذه المسج هي اللي حمررها بدل ما اخذ else. مثلا لو انا عندي اي كود تاني غير هذا الكود، ممكن اخلي المسج تكون دائما general، اخذها من الاكسبشن نفسه، نمرر هذه المسج بدل هنا مرة تانية، وحاولنا نحذف كاتيجوري رقم 1 مثلا هاي الرسالة، صار اشي عام. مثلا بنصح مرات شغله زي هيك لها علاقه انه لما احنا نحذف شغله وبتاثر على موضوع الفورين كيز، فانا عشان ما يطلعش لليوزر اكسبشن، شاشه الاكسبشن هذه اللي مش مناسبه لاي شخص تاني، لا بطلع له رساله لطيفه بهذا الشكل. الفكره دائما انه احنا بنستخدم ذس ريندرابل وبنحدد وبنمرر لها الكلوجر فانكشن، هذه الكلوجر فانكشن بتاخذ دائما انستانس من او عفوا من حد بنحدد اللي هو انستانس من الاكسبشن انا بدي اعمل له هاندلنج. لما نستخدم الريندرابل فدائما الفكره انه انا لازم اعمل هنا ريتيرن لريسبونس، هذا الريسبونس ممكن يكون برجع صفحه فيو معين، او بعمل ريدايركت لراوت معين، المهم بدنا نرجع ريسبونس. ليش ممكن يتم تمرير ريكوست؟ لو احنا مثلا شغالين اي بي اي، في الاي بي اي انا ما بعمل ريدايركت، بدي ارجع جيسون مسج على شكل جيسون، فانت ممكن تفحص هنا الريكوست، يعني هنا مثلا ممكن اعمل مثلا اذا كان الريكوست تبعي if request مثلا expect، طبعا عشان يفهم علي بنحدد انه عندي هنا حيصلنا request object، هيك بفهم علي انه انا الفاريبل تبعي من نوع request، هيك حيعطيني hint expect json، يبقى هذا الريكوست متوقع ان انا ارجع له json، فممكن اعمل هنا مجرد return مثلا زي هيك، ريتيرن مثلا على شكل جيسون بمسج كذا، ومثلا ايرور 400 وفي عندي باد ريكوست صار اللي هو هذا الهيدر كود او الريسبونس كود، ايلس بعمل ريدايركت. ممكن تستغلها في امور كتير زي ما حكينا. اذا انت بدك تعمل هاندلنج لموضوع الفاليديشن اكسبشن بنفسك، بنفس الفكره حتجي تحكي ذس ريندرابل وتحط هنا مثلا بدل كويري اكسبشن حتستخدم حاجه اسمها فاليديشن اكسبشن. الثاني طبعا انك مفترض انك تراجعه تقريبا بنفس الحركه هذه، انك تراجعه باك للصفحه with inputs عشان with errors كمان، تمام. بس ال validation exception هذا مثلا كل exception له خصائصه، مثلا validation exception حلاقي بداخله رسائل الاخطاء تبعت ال inputs، يعني انا ممكن ابعتها بطريقه معينه. في موضوع الريبورتابل، انت ممكن انت مثلا حاب تعمل لوج فايل اي اكسبشن من نوع محدد بدك تخزنه في لوج، برضه خلينا نتكلم عن موضوع كيف نتعامل احنا مع موضوع اللوج. طيب خلينا مثلا
برضو هذا النوع من الاكسبشن. طبعا هو في الداتابيز او في اللوج فايل اللي في الاستورج، احنا في الاستورج لارافيل في عندنا دائما في اللوجز ملف اللي هو لارافيل دوت لوج اللي بيحتوي على جميع اللوجز اللي بتصير. طبعا هذا الملف تراكمي. طبعا هي اخر اكسبشن تقريبا صار معنا اللي هو الاكسبشن تبع الداتابيز. البريفيوس يبقى في قبل الاكسبشن، قبل ولا بعده؟ بعد. هاي مثلا الاكسبشن، طبعا هنا اتخذ هذا الليفل تبعه، الليفل تبع هذا الاكسبشن اتخزن كانه ايرور. طيب الان لو انا مثلا حابب انه هذا الاكسبشن انا بدي اعمل له ريبورت بطريقه خاصه، تمام، فبنيجي نضيفه على مستوى الريبورتابل. اسف، هنا ممكن اجي هنا مثلا هاندل الكويري اكسبشن برضه، واجي مثلا استخكب بدي اخزن في اللوج فايل لارافيل المفعلي فساد، عفوا الريبورتابل هذه بترجع دائما ترجع دائما بشوف بفحص هنا بترجع ترو او فولس. لا الريبورتابل مفترض احط فيه او انا بحدد انه هذا الاكسبشن ريبورتابل او لا، بس صحيح هو باي ديفولت جميع الاكسبشن بنعملها لوج، بس خلينا نجرب. لو انا ممكن استخدم اللوج فساد، طب خلينا نعمل ريتيرن فولس، بدي اجرب شغله بس في الاول. لو كان الكود يساوي اللي هو الاكسبشن هذا فبدي احكي له ايش نوت، يعني بدي ما بدي اعمل له ريبورت لهذا النوع من الاكسبشنز. ايش حيصير لو انا حاولت احذف؟ طبعا في الريندر بول حيضل، بس هل نضاف عندي اشي في اللوج فايل هنا نضاف مثلا اكسبشن جديد؟ لاحظوا لا لا نضاف ولا هذا الاخير. الساعة الان 10:14، الاكسبشن اللي صار هذا الساعة 10:09، انا عم اشيله لوج، هل بسبب انه انا رجعت فولس؟ طب او خلينا يرجع ترو، بس بدي اتاكد احنا لما هو الجيت هاب اعطاني هند انه ارجع ترو او فولس فانا مستغرب. طيب لو رجعنا على اللوج فايل هل صار عندي اكسبشن؟ اه اذا هنا في الريبورتابل انا اذا حاب اعمل ريبورت لهذا الاكسبشن فانا بخلي الكلوجر فانكشن ترجع ترو، اذا ما بيها تعمل ريبورت اتخزنه في اللوج فايل بخليها ترجع فولس. طبعا هذه الشغله ممكن بدون ما اعرفها هنا ممكن اعرفها فعليا هنا في الدونت ريبورت فعليا، يعني ممكن اجي هنا احكي له اي كويري من اي اكسبشن من نوع كويري اكسبشن اضيفه هنا كويري اكسبشن خلاص بهذا الشكل، فمش محتاج اضيفه ضمن الديس ريبورتابل. بس هي الفكره وين كانت انه انا عملت هاندلنج للريبورت، انا عملت هاندلنج لهذا مثلا الاكسبشن باستخدام ال نرجع الكود زي ما كان. لا طالما انا مثلا حددت انه ما بدي اعمل له ريبورت فانا معناته انا بدي اعمل ريبورت بنفسي، زي ما حكيت ممكن اجي استغل موضوع نعمل لوج استخدم اللوج فساد عشان اخزن في ملف اللوج الرساله بالطريقه اللي انا بدي اياها. مثلا طبعا في عندنا ليفلز للايرورز، مثلا في عندي ايرور لو انا بتكلم بدي اعمل لوج لايرور، في عندي مرات انا ممكن استخدم الديباج لو انا مثلا بدي احط معلومات هيك يعني تتبعيه في اللوج فايل، انا مثلا في حاسس انه في مشكله فبدي ما بدي اظهر الديباج كود على الصفحه فبحطه في اللوج فايل لحد ما اعرف وين المشكله، ممكن احط مع انفو هيك في اللوج فايل. هذه كلها الليفلز، هي كلها بتاخذ الرساله والكونتكست تبع انه هذه الرساله مثلا بسبب ايش. مثلا حكيتها مثلا هاي انفو زي هيك لوج انفو ايجت مسج، الان انا هنا رجعت انه ما بدي انه انا ما بدي اعمل له ريبورت، تمام، هاي ممكن نعملها كاف ستيتمنت اف
في statement إذا كان الكود بيساوي كذا فمعناته أنا بدي أعمل لوج لهذا الايرور بنفسي، وبدي أرجع فوز عشان ما يعمل له لارافيل ريبورت، يعني ما بدي يخزن اللوج تبعي واللوج اللي بيجي من لارافيل، فحنعمل هنا return false else، يعني لو كان أي نوع ايرور تاني حنرجع true مثلا، وحنخزنها كانفو مثلا او ك ممكن نعتبرها warning، في عندي ليفل اسمه warning. تمام نجرب، لو حذفنا ديليت تمام، لو رجعنا على اللوج فايل 10 و17 هي بتصير هذه تكون في ال اعتقد في الكونفيجريشن. طيب بس خلينا نتاكد من النقطه هذه بالاول، لاحظوا هاي الايش لوكال دوت وورنينج الايرور اللي انا عملت له لوج، طبعا انا اخذت المسج تبعت الاكسبشن فطبع لي هذا الشكل بدون التفاصيل هذه لان انا ما طبعتها ما او ما اخذ ما عملت ما ضفتها في اللوج. تمام، اذا هذا الهدف من الريبورت. لو انت بتعمل انت بدك تعمل هاندلنج لموضوع الايرور هل يتخزن في اللوج فايل او لا، او اذا انت مثلا بدك زي ما حكيت بدك تخزنه في اللوج بنفسك بطريقه معينه، او مثلا انت حكيت نقطه مثلا لو انا حاب اني اخزنه في لوج فايل خاص فيا غير اللوج فايل تبع لارافيل. طيب في موضوع اللوج، طبعا اللوج باي ديفولت في عندنا حاجه اسمها التشانلز تبعت اللوج، وعلى اساسه لما يخزن رساله الرساله اللي بدي احطها في اللوج حسب الليفل تبعها، فهو باي ديفولت بيستخدم الديفولت شانل. طبعا الديفولت شانل المعرفه في ملف الدوت انف، يعني انا ممكن اغير الديفولت شانل من اعدادات الفايل الانفايرمنت تبعتي. هلاقي عندي هنا حاجه اسمها اللوج ليفل باي ديفولت هو ديباج، بس انا في عندي هنا اللوج شانل. تمام لوج شانل مثلا تساوي ستاك، وين معرف هذه التشانلز؟ هلاقيها في ملفات الكونفيج، في ملفات الكونفيج في عندي ملف اسمه لوج لوجينج دوت بي اتش بي، هنا بيتم مثلا قراءة الديفولت من الملف الانفايرومنت، واذا ما لقاهاش بيعتبرها ستاك، لان هنا اسماء التشانلز، هي اسماء التشانلز. مثلا في عندي الستاك تشانل، في عندي السنجل تشانل، في عندي ديلي. طبعا الديلي تشانل تعمل لي ملف لكل يوم، يعني مثلا بدل ما يكون عندي ملف واحد اسمه لارافيل دوت لوج حصير تعمل لي لارافيل شرطه تاريخ اليوم دوت لوج، تحتفظ مثلا لعند 14 يوم، يعني مثلا هلاقي 14 ملف دائما، لما ادخل في بعد ال 14 بحذف او الاقدم وبضيف لي يوم جديد وهكذا. فلو انت مثلا حاب يكون عندك ملفات لوج بشكل يومي عشان مثلا تصير التتبع اسهل بدل ما يكون عندي ملف كبير في كل الاخطاء، ممكن تستخدم الديلي تشانل. السنجل هنا بعتقد يستخدم ملف واحد، وطبعا هنا الليفل تبع التتبع اللي هو مثلا انا بعتبره ديباج ولا ايش باي ديفولت، لو احنا ما كناش محددين الليفل تبع اللوج فانا باي ديفولت هياخده من القيمه هذه. في سلاك، السلاك طبعا بربط مع موقع سلاك انه يعني ببعت الخطا هذا على للشانل على قنوات السلاك اللي بتستخدم للتشاتنج، وهنا اعتقد في برضه بيبر تريل برضو هذه خدمة خارجية و std error. ال std error هذه فعليا بتطلع بيعرض اللوج اعتقد على كريسبونس على الشاشة، وفي عندي error log وفي عندي null. null معناته انا ما بدي اعمل handling لل او ما بدي اخزن، والامرجنسي مثلا اعتبر انه بخزن في الباث. فانت حاب تعمل channel خاصة ممكن يجي مثلا نضيف الشانل شبيهة بال، أصلا مش عارف ايش الفرق بين السنجل والستاك إلا بدنا نقرأ الدوكيومنتيشن. نستخدم شغلة شبيهة بالستاك نسميها مثلا SQL. أنا مثلا هنا بدي أخزن كل مشاكل ال SQL اللي ممكن تصير، فبدي أعمل شانل سميتها SQL. الستاك هو بيستخدم مجموعة تشانلز، الستاك تشانل هو بيستخدم مجموعة تشانلز، فهو مستخدم السنجل تشانل فعليا. ignore exceptions false. طيب الفكرة انه انا يبقى انا لا يبقى انا بدي استخدم نفس فكرة السنجل،
تمام انا حيكون عندي هنا مثلا ملف اسمه SQL، خليني اسمي اللوج للارافيل مثلا، او مثلا SQL.log حسمي الملف في اللوجز برضه. انا ما بدي اعتبر انه هذه هي الديفولت شانل، فلكن فانا بصير انه في اللوج احدد الشانل، اعتقد في الاول للشانل بدي استخدم SQL شانل واضيف الورنينج عليها. في اللوج مثل اللوج فساد بحدد من خلاله شو الشانل اللي انا بدي استخدمها لاضافه هذا اللوج. لو ما كناش محددين للشانل فهو كان يستخدم الديفولت اللي هي الستاك فعليا. نعمل تيست. تمام كده لو رحت على لوجز صار عندي هاي ملف اسمه SQL.log وفي رسالة أنا حطيتها على شكل warning، فبدل ما يخزن لي في ملف اللوج الافتراضي هيك أنا صرت أتحكم في الملف اللوج اللي أنا بدي إياه. طب أنت ممكن تعمل الـ exceptions الخاصة فيك، يعني مثلا نيجي نحكي مثلا لو اليوزر حاول ينشئ اوردر معين فصار عندي مشكله في اضافه الاوردر، فبتطلع اكسبشن اسمه مثلا invalid order exception مثلا. خلينا نيجي نعمل هذا الاكسبشن. طبعا في الكوماند php artisan make exception، خليني اسميه مثلا invalid order exception. الاكسبشنز اللي انا بضيفها حلاقيها طبعا في الاكسبشنز فولدر جنب الهاندلر، لان هذا الاكسبشن عاده يا بتركه زي هيك يا لو انا بدي اتحكم في موضوع هل ينعمل له ريبورت ولا ما ينعملوش ريبورت، وهل ينعمل له ريندر وكيف طريقه الريندر تبعته، فانا على طول اذا بدي اعمل له ريبورت فبعمل له هنا public function method اسمها report اعتقد، ولو بدي اعمل له render فpublic function render. الريبورت هتكون مسؤولة انه انا كيف اعمل ريبورت لهذا الاكسبشن، والرندر هتكون مسؤولة كيف انا هرجع رسالة الخطأ هذه. يعني خلينا نحكي على سبيل المثال في الرندر طبعا حيصلني دائما هنا انستانس من الريكوست اللي لاحظت ما صار هذا الاكسبشن. مثلا ثواني ممكن ناخذ الهنت اللي جاني من جيت هاب هذا انه براجعه باك لدايركت باك ومستخدمين الفساد كلاس مع الانبوت with ايرور مسج مثلا كلمه invalid مثلا ايرور while creating your order. تمام في الريبورت طبعا بنحدد انه هل يعمل ريبورت او لا، بنرجع ترو او فولس، ولو بدنا ارجع فولس فهذا يكون مثلا ممكن استخدم اللوج عشان احط مثلا رسائل الخطا، ممكن اترك الريبورت لارافيل هي تعمل ريبورتنج بالطريقه المناسبه. مش مشكلة هات ان شاء الله تنضيف هذا الكومنت. طيب مثلا لو رجعنا على الكنترولر اللي احنا استخدمناه في الشيك اوت لموضوع الايرور، الشيك اوت كنترولر خليني مثلا كان ممكن خلينا نعمل شفت هذه الخطوة أنا كنت أفحص السلة فاضية أو لا. تمام خلينا نبقى أعمل إذا كانت السلة فاضية تمام بدل ما كنت أنا أرجعه للدايركت للهوم بدي أعمل هنا إيش ثرو لنيو إكسبشن اللي هو من نوع اللي هو الانفاليد أوردر إكسبشن اللي هو هذا والاكسبشن اول واحد. وهنا ممكن احط المسج اللي انا بدي اياها مثلا كارت از امتي
انا هنا عملت ثرو اكسبشن بنفسه. الان اللي حيتولى عمليه الهاندلنج على الاكسبشن هو الاكسبشن كلاس هذا. وفي الريندر تحديدا ايش اللي حيصير؟ ممكن هنا نعمل عمليه ريدايركت باك لصفحه، مش باك، ممكن نرجع هنا لصفحه الريدايركت لراوت الهوم، تمام. ممكن with input with errors، والايرور ممكن ناخذ الايرور اللي جاني من الاكسبشن، فبرجع احكي له هنا this get message. انا جوا الاكسبشن فممكن اصدر المسج اللي تم ارسال هذا الاكسبشن من خلال this get message. لو بدي احط عشان احنا مستخدمين موضوع الالرت كومبوننت مثلا with مثلا info، نفس الفكرة برضو اي get message او this get message، احنا في جوا الاكسبشن. هيا نروح بس على صفحة الهوم واحاول اطبع هذا الكومبوننت. نروح على ملف الهوم في الفيوز resources في الفرونت في الهوم في مكان ما في المنطقة هذه مثلا، هنا نستدعي الاكس alert والtype يساوي info. alert هيك صح. مثلا في الشاشة حاليا انا عندي مثلا صفحة ال، انا عندي في الكارد في منتجات، فلو رحنا صفحة الشيك اوت وصارت انه فيش عندي مشكلة هان، تمام. هيا اضيء امسح السلة او من براوزر تاني. هروح الشيك اوت مباشرة وانا مش باعت قيمة. لاحظوا ايش الرسالة، كارت امتي، صار هنا هاندلنج للاكسبشن، او انا عملت ثرو للاكسبشن. وطبعا الاكسبشن انا خل اللي انا عملته، انا حكيت انه بدي مثلا يرجعني على صفحة معينة مع رسالة الخطأ وظهرت فعليا زي هيك. مفيد جدا استخدام الاكسبشن انك تبني الكاستم اكسبشنز تبعتك، خاصة لو هذه متكررة مثلا هذا الموضوع الفحص الخطأ هذا تحديدا، وطريقة التعامل مع هذا الخطأ حيتكرر عندك في اماكن مختلفة في الابليكيشن وفي الكود. اذا نعمل له اكسبشن ويصير اعمل ثرو هذا الاكسبشن، وهذا الاكسبشن تعمل كيف يصير هاندلنج لطريقة عرض الخطأ تبعه مثلا. هذه كانت بالنسبة لموضوع الاكسبشنز في لارافيل وكيف احنا ممكن نعمل عليها كاستمايزيشن او نضيف الاكسبشنز الخاصة فينا.